أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في بانوراما فلسطينية، ونفتح ملف الحلقة الرئيسي بعودة الفصائل الفلسطينية وفد الفصائل الفلسطينية إلى قطاع غزة قادما من القاهرة بعد زيارة استمرت أسبوعا، التقى خلالها بشخصيات مصرية وفلسطينية لبحث مشاريع إنسانية تخدم قطاع غزة. الوفد المكون من 18 شخصا من الفصائل المختلفة وعلى الرأس منها حركة المقاومة الإسلامية حماس، إضافة لشخصيات بارزة من الفصائل وتيار محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح. وحسب ما رشح من نتائج تلك اللقاءات، فقد تحدث العديد من المصادر عن التوصل لتفاهمات جديدة بين حماس والسلطات المصرية وتيار محمد دحلان. المزيد في هذا التقرير للزميل أيوب الريمي. ما زالت أخبار التقارب بين حركة حماس والقيادية الفتحوية المفصول محمد دحلان تثير الكثير من الجدل، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من حماس إلى القاهرة تحت عنوان سبل بحث تخفيف الحصار عن غزة مع الجانب المصري. الحركة وضعت الزيارة في سياق التفاهمات التي توصل إليها رئيسها في القطاع يحيى السنوار مع السلطات المصرية بعد الزيارة التي قام بها إلى مصر رفقة توفيق أبو النعيم قائد الأجهزة الأمنية في غزة خلال شهر يونيو الماضي، ولقاء ما بمسؤولين من المخابرات المصرية. ويضم الوفد 18 شخصا بينهم 7 من القادة يشكلون أعضاء لجنة التنمية والتكافل الاجتماعي التي فيها ممثلون عن كافة الفصائل باستثناء حركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في المقابل حضر محمد دحلان لهذه الترتيبات الجديدة. وحسب العديد من التقارير فإن أول نتائج هذه الزيارة هو فتح معبر رفح بشكل منتظم ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، على أن يكون هناك إشراف مشترك على المعبر من الجهة الفلسطينية بين ممثلين عن حركة حماس وممثلين عن محمد دحلان. وجاء اللقاء الأخير بطلب من حركة حماس بعد استشعارها تلكؤا من الجانب المصري في الوفاء بالتزامات سابقة، رغم التزام الحركة بكل ما طلب منها، لكن يظهر أن اللقاء الأخير في القاهرة قد حسم في هذه الملفات. وتحدثت تسريبات إعلامية أن التفاهمات الجديدة تضم إقامة محطة كهرباء للقطاع في مدينة العريش المصرية بإشراف محمد دحلان، رغم تعامل حركة حماس بالكثير من الحذر مع جميع هذه التسريبات. في المقابل يواصل الرئيس محمود عباس تصعيده ضد قطاع غزة، وهو ما تصفه حركة حماس بالإجراءات العقابية ضد أهل القطاع، وبسببها بات الوضع مأساويا هناك. فخلال الأسابيع الماضية اتخذ عباس العديد من القرارات ضد القطاع، من بينها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء والطلب من الاحتلال تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر. معي هنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي الفلسطيني لفلسطيني الخارج السيد زياد العلول، وعبر الهاتف من غزة رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور يحيى موسى. وأبدأ معك دكتور موسى، أنتم في المجلس التشريعي الفلسطيني هل أطلعتم رسميا على نتائج هذه الزيارات على اعتبار بأنها تضم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني؟ يعني تقصد الزيارة لمصر يعني؟ زيارة وفد الفصائل الفلسطينية لمصر. نعم، حتى الآن يعني لم نطلع، لأنه الوفد وصل إلى غزة بالأمس يعني مساء، وتعلم اليوم إجازة وغدا، ولذلك يعني في يوم الأحد يعني سنستمع للوفد بكل التفاصيل الموجودة. طيب ما قيل وتم يعني إثارته في وسائل الإعلام أن اللقاءات تمخضت عن الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح بشكل منتظم، هذا من قبل الحكومة المصرية، وأن تشرف حركة حماس وشخصيات تابعة لمحمد دحلان على المعبر من الجانب الفلسطيني. هل أبلغتم بأن هذا فعلا تحقق خلال تلك الزيارة؟ أولا ليس عندي يعني تفاصيل في هذا الأمر، لكن من ناحية المبدأ لم يكن هناك أي إشكال من يدير المعبر ما دام إدارة المعبر ستكون فلسطينية، ولكن في كل مرة كنا نتوصل إلى صيغة مع محمود عباس كان ينقضها بشكل أو بآخر،
لأنه لم يكن معني بفتح المعبر. والآن بدلتم محمود عباس ومحمد دحلان، يعني ما في مشكلة أن يكون في موضوع المعبر أشخاص من تيار محمد دحلان موجودين على المعبر؟ دكتور موسى، أنت قلت بأنه لا مشكلة من الأساس بوجود شخصيات فلسطينية على المعبر لمراقبته، وأنا سألتك الآن تم استبدال من يمثل محمود عباس على المعبر بمن يمثل محمد دحلان. نحن لا نتعامل بهذه الطريقة، المعبر ليست مجال للتقاسم بين فرق وبين فصائل. المعبر ينبغي أن نفكر بشكل جماعي، وما هي مصلحة المعبر؟ من القوى المهنية، من المهنيين البروفيشنال الذين يمكن أن يديروا هذا المعبر؟ هذه القضية الأساسية، ولذلك ليست هناك مطلوب جهة تراقب على جهة وما شابه ذلك. الأمر أبسط بكثير، الذين كانوا يعملون في المعبر قبل أن نستلم نحن الحكومة وجلسوا واستنكفوا، بإمكانهم أن يأتوا إلى المعبر، وهؤلاء الآن أن تسميهم جماعة دحلان أم تسميهم جماعة عباس، لا فرق في هذا الأمر. ولكن الفرق السياسي سيد يحيى موسى، وأنت تمثل جهة سياسية في المشهد الفلسطيني، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني، يعني كيف يمكن السماح لجهة غير رسمية ربما تمثل محمد دحلان أن تكون حاضرة في اتفاق رسمي؟ أنت تتحدث عن معابر، يعني عن حدود. يا أخي الكريم، المعبر قبل أن نستلمه نحن كان فيه موظفون، هؤلاء الموظفين الذين كانوا في المعبر سيعودون للمعبر، لذلك هذه الجهة ليست جهة غير رسمية، وإنما هي جهة تتقاضى رواتبها من السلطة، وهذه الجهة ستكون محكومة بالإدارة السياسية ومحكومة بالإدارة الأمنية لقطاع غزة، لذلك ليست هناك جهات خارجية سيأتي بها محمد دحلان من خارج المنظومة لكي تكون في المعبر. طيب ابقى معي دكتور يحيى موسى. سيد زياد العلول، بداية غير قضية المعبر ككل، هذه التفاهمات بين حماس والفصائل الفلسطينية من جهة وتيار محمد دحلان من الجهة الأخرى، كيف تنظرون لها؟ كيف ينظر المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج لها؟ بالعادة أنا يعني شخص متفائل، لكن في ما يجري الآن مع مصر وتيار محمد دحلان ليس متفائل، بل هناك تخبط لدى من يحكم غزة. وأقولها بصراحة، مصر بكل وضوح تقول أن من معبر رفح يمكن أن يفتح، لكن المطلوب سيطرة السلطة الفلسطينية بقيادة عباس. حماس كما يذكر الأخ يحيى موسى يقول ما عندنا مشكلة، لا توجد مشكلة، لأن حماس رفضت أن تخلي معبر رفح، بمعنى أنها لا موجودة، يعني هي تسمح بممثلين عن تيار محمد دحلان أو عن تيار محمود عباس، لكن يجب أن تكون على المعبر. أنا رأيي أن حماس توفر خدمة مجانية حتى للطرف المصري، بمعنى أن حماس توفر الأمن وتحرس الحدود، وأول أمس استشهد بعض أعضاؤها لأنهم يعني يسيطرون على الحدود ويمنعون تسلل أي شخص فلسطيني من أو إلى قطاع غزة، ومع ذلك مصر لم تعطي أي اهتمام لحركة حماس. الآن نحن نتحدث عن صورة مختلفة، مصر تحاول إخراج حماس من المشهد السياسي العربي، بمعنى الحاضنة أو الحاضنة القطرية التركية إلى حاضنة أخرى ربما تكون مصرية سعودية إماراتية. ولكن أنت أخذت جزء يعني من ذلك مشهد التفاهمات. التفاهمات تتحدث أيضا عن دعم اقتصادي لقطاع غزة، تتحدث عن إنشاء مشاريع اقتصادية حيوية تعود بالنفع على أهل قطاع غزة. ما الضرر في ذلك؟ لا يوجد ضرر، لكن أنا متفائل لأنه لا يوجد شيء على الأرض. أنت بمعنى سوري، أنا متشائم لأنه لا يوجد شيء على الأرض، لأنها تبيع أوهام، بمعنى أن الأمس نحن رأينا كيف عومل الحجاج الفلسطينيين، ورأينا تكدس آلاف الفلسطينيين على الجانب المصري، لا يبدو أن هناك أي مشهد. المعبر المصري أسس لإذلال الفلسطينيين، وأنا أذهب إلى قطاع غزة منذ 30 سنة كمغترب، ولم يحصل مرة من المرات سواء في عهد عباس أو في عهد أبو عمار أو في عهد حماس أو في عهد مبارك أو في عهد السيسي،
لم يتغير شيء. هذا المعبر هو نوع من الإذلال للفلسطينيين. إذا كانت مصر جادة فليفتح المعبر. هذا دون ضمانات فلسطينية، دون تفاهمات، دون اتفاق. الآن يوجد على الأقل، ماذا تريد مصر من حماس؟ هل مصر تريد الوضع الأمني في سيناء ولا تريد أي ورقة أخرى؟ وللأسف مصر لا تتعامل سياسيا مع حركة حماس ولا مع السلطة. الملف الفلسطيني برمته ملف أمني، بمعنى الوفد يذهب لا يقابل سياسيين في مصر بل يقابل المخابرات المصرية، فمعناته ملف أمني. تعطونا نعطيكم، توفروا لنا أمن نفتح المعبر. وهذا ولكن أنت قلت منذ عشرات السنين، ولكن أنا أعيدك لحالة الانقسام الفلسطيني منذ عقد من الزمن، 10 سنوات. ربما هذا لو عرض على حماس بعد سنة من الانقسام الفلسطيني من الوضع في غزة لرفضت، أو لا سنتين، ولكن الآن بعد عقد من الزمن أهالي قطاع أكثر من 75% منهم تحت خط الفقر، لا يوجد عمل، القطاع حتى لا يوجد ماء. هل نلومهم الآن إذا عقدوا أي اتفاق من أجل تخفيف الحصار، من أجل عودة الحياة الاقتصادية للقطاع؟ أنا لا أتحدث مع أي جهة كانت. لا أتحدث عن لهم، أنا أعرف وضع قطاع غزة، أهلي يوجدون في قطاع غزة. أنت من قطاع غزة؟ أنا من المنظمين لأسطول الحرية، ونعمل نحن على كسر الحصار. نحن مع رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بأي شكل، وما يعانيه أهلنا في قطاع غزة شيء لا يطاق. وأنا مع إجراء أي حوار فلسطيني ممكن أن يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أنا أقول أنه ما يحصل الآن هو بيع أوهام. نحن نتمنى أن يكون هناك حقيقة على الأرض، يفتح معبر رفح، يتم فتح مشاريع تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني. موضوع الكهرباء لا أعتقد أنه معقد، لكنه ورقة سياسية. طيب. بمعنى أن هناك خط مصري ممكن تقويته وتغذية قطاع غزة. نحن نتحدث عن قطاع غزة أخي جمال، قطاع غزة مليونين حي شبرا في القاهرة، مليونين ولا يعانون من أي مشكلة كهرباء. طيب دكتور يحيى، سمعت هذا الكلام، يعني لو أرادت مصر تخفيف الحصار عن قطاع غزة لفعلت منذ وقت طويل، والسؤال ما الذي سيدفعها الآن فعلا لفتح معبر رفح ولدعم قطاع غزة اقتصاديا وإغاثيا؟ بمعنى آخر، ما هي الضمانات للذهاب لمثل هذه التفاهمات؟ يعني بداية أنا أحيي الأخ زياد العدول، لكن كثير من هذه الأسئلة والاعتراضات ليست في موقعها الآن. يعني أولا موضوع الحلفاء، نحن لا نضحي بأي حليف من الحلفاء، ونحن من خرجت من غزة التأييد لقطر في الوقت الذي كانت تفاهمات قائمة، لذلك ليست هذه على حساب تلك، ونحن طرقنا كل أبواب ونطرق كل أبواب، ولا يصح لأي حليف من الحلفاء أن يرهن علاقته معنا بأي تفاهمات في داخل الساحة الفلسطينية أو مع أي طرف. نحن مع كل الحلفاء، ونحن نفتح أبواب الجميع، وليس عندنا أي فيتو على هذه الأمور. لذلك ما يتعلق بالمعبر رفح، المحك العملي هو المعبر وفتح المعبر. لذلك منذ البداية في التفاهمات أبلغنا المصريون أنهم سيفتحوا معبر رفح بعد عيد الأضحى. نحن ننتظر هذه اللحظة، وهذه التي تعطي المصداقية لأي عمل من العمل التي تجري الآن. الآن نحن فيما يقوم الآن، هذه ليست بديل عن الوحدة الوطنية الكاملة. لذلك نحن لا نستبدل. لا عفوا كيف ليست بديل؟ البعض يرى بأنها تضرب الوحدة الوطنية في الصميم، بأنها تقطع نهائيا خط العلاقة مع محمود عباس والسلطة الفلسطينية وإمكانية العودة لعقد تفاهمات معه. نحن نقول القضية الاستراتيجية هي تحقيق الوحدة في الساحة الفلسطينية، أما ما يتعلق بالآن التعامل مع طرف فلسطيني فهذا لا نتعامل معه باعتباره بديل عن الأطراف الأخرى، ولا نتعامل معه باعتبار القضايا قضايا حلف وما شابه ذلك. القضايا نحن نتعامل بجمع المكونات الفلسطينية. الآن الظرف الواقعي الميداني الاضطراري يضطرنا أن نفتح في هذه العلاقة، أن نفتح قوة في العلاقة مع مصر. هذه قضية استراتيجية، ولذلك نحن نريد ونطرق الجدار المصري من زمن بعيد، ولكن الإشكال ليس عندنا. أما ما يتعلق بالتعامل مع المخابرات، وهذا ملف أمني غير دقيق، ملف المخابرات يتبع الرئاسة مباشرة، وملف المخابرات المصرية والرئاسة هو ملف سياسي بامتياز، ولذلك ملف السودان
هو ملف في هذا الإطار وملف فلسطين وملفات أخرى، لذلك لا نتعامل مع هذا الموضوع باعتباره بعد أمني وليس بعد سياسي، هذا لابد أن يكون واضح تماما. بالعكس مركز الاهتمام عند المخابرات أهم ألف مرة من مركز الخارجية الموجودة في مثل هذه القضايا، لذلك أمور كثيرة مطلوب أن نضعها في مواضيعها. شكرا. نحن نقول بشكل واضح معبر رفح لا نقبل أن نسلمه لأي طرف، وإنما نتعامل معه بالشراكة الوطنية، وبدون الشراكة الوطنية لا نقبل. شكرا جزيلا لك. رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور يحيى موسى، سمعت كلام واضح جدا أنه هذه التفاهمات ليست على حساب طرف، ليست على حساب طرف أي طرف فلسطيني، ولا تعني أن يكون ذلك بديلا عن السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن المعاناة أكبر الوضع، وأيضا لا تعني حتى التخلي عن أي حليف لحركة حماس أو لقطاع غزة وأهله. أنا أعتقد لا، التفاهمات سببت في شرخ مع حلفاء حماس وخاصة قطر وتركيا، ونحن نتحدث في وقت ربما لو كانت هذه التفاهمات قبل عامين لما حصل هذا الشرخ، لكن نحن نتحدث في وقت نفس الأطراف التي الآن تحاول احتضان حركة حماس هي نفسها التي تتخذ من قطر أو تركيا كعدو وخصم سياسي وتحاربه بشتى الطرق. ولكن عفوا أخي، لكن أنا مع السياسة هناك تقاطعات. صحيح. أنا يعني ليس بالضرورة أنا مع ما تفضل أن يكون عدوي. أنا مع ما تفضل مع الأخ يحيى موسى. لا، نحن القضية الفلسطينية قضية جامعة، ويفترض أن تكون لنا علاقات مع كل الأطراف العربية. أنا ضد أن نرهن قضيتنا الفلسطينية في جيب أي طرف عربي أو إقليمي. أنا مع فتح السياسات. أنا أقول أن الظرف الآن ظرف التفاهمات غير مناسب، لم توفق فيه حركة حماس لأنه جاء في وقت مصر والسعودية والإمارات تتخذ من حلفاء حماس السابقين قطر وتركيا خصم سياسي. لكن أنا أقول نحتاج أن نعمل شرخ في جدار الصمت وجدار الحصار الذي يحاصر قطاع غزة. أنا مع ليس لجنة إدارية كما الآن تدير حماس قطاع غزة أو تدير المعبر، أنا مع أن يكون هناك توافق وطني، بمعنى أن تحكم غزة لجنة من الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والشخصيات المهنية. من سيعطيها الأموال؟ هذا السؤال، يعني من يلوم أهل قطاع غزة في تلقي أموال من أجل إصلاح شبكات الكهرباء، من أجل إصلاح محطة الكهرباء، من أجل فتح المعبر؟ من يلومهم؟ وحتى الحلفاء الذين تحدثت عنهم، هل سيلومون قطاع غزة أنها تلقت أموال من الإمارات؟ للأسف لن يعطي أحد بالذات لحماس مال دون مقابل. معنى من يريد الاقتراب من حماس هو يعرف أن هناك ثمن يجب أن تدفعه حماس، وحماس تحاول أن لا تدفع هذا الثمن. المقاومة الفلسطينية، السلاح الموجود لدى حماس هو هذا المشكلة الرئيسية. وعندما وزير الخارجية الإماراتي أو السعودية تحدث عن حماس كقوة إرهابية هو يعني ما يقول. هناك مقاومة فلسطينية توجد في قطاع غزة، المطلوب ضربها أو استيعابها. هو أنا أتصور الآن يحاولون استيعاب أو احتضان المقاومة الفلسطينية أو تحييدها، بمعنى أنه كما تحدث حتى بعض يعني المحسوبين حتى على طيار عباس، يعني سلاح حماس حطوه في المخازن الوقت العوزة، يعني هو المطلوب أنه يصير خردة ولا قيمة له. هذا موجود في التفاهمات، هذه افتراضات غير مفهوم. لكن أنت الآن أنت تحيد هذا السلاح، أنت تحيد ورقة المقاومة، بمعنى أن أنت الآن تدخل مرحلة جديدة من التفاهمات، والتفاهمات هذه لا تعمل على وحدة وطنية، لأن أنت تكسب حليف. لو اعتبرنا أن السيد محمد دحلان طيار إصلاحي حماس تعمل معه تفاهمات، وتخسر أيضا طرف آخر، والطرفان لا يلتقيان، بمعنى أنه أنا أتمنى أن تلتقي الأطراف الفلسطينية كلها، طيار دحلان وطيار عباس مع القوى الحية في الشعب الفلسطيني. نسمع صوت فلسطيني أيضا آخر من الجبهة الديمقراطية، القيادي في الجبهة الديمقراطية سيد محمود خلف معي عبر الهاتف من غزة. سيد خلف، أنتم في الجبهة الديمقراطية هل شاركتم بوفد الفصائل الذي ذهب لغزة والتقى طيار محمد دحلان ومسؤولين مصريين؟ تقصد القاهرة؟ القاهرة، نعم. نعم، الوفد الذي خرج من قطاع غزة إلى القاهرة كان تحت عنوان لجنة التكافل، وهذا الوفد لم يكن مخول بنقاش أي قضايا سياسية، بل كان الحديث كله تحت عناوين مشاريع ومساعدات وإمكانية فكفكة أزمات تعيشها قطاع غزة،
ونحن في الجبهة الديمقراطية على الأقل أعلننا موقفنا بأن لجنة التكافل ليس لها أي وظيفة سياسية، ومشاركتنا فيها فقط من الجوانب الإنسانية والقضايا المتعلقة بالحياة اليومية والحياتية في قطاع غزة. ولكن هل هناك تكافل ودعم أموال دون أي تداعيات سياسية سيد محمود خلف؟ سؤالي أكرره مرة أخرى، يعني هل يعقل بأن تتم كل هذه التفاهمات المالية والدعم المالي من جهات لها خصومة مع أطراف فلسطينية أن تتم كلها دون أن يكون لها تداعيات سياسية، دون أن يكون لها ثمن سياسي؟ نعم، يعني ليس هناك يعني ناس تعمل صراف آلي، بالتأكيد المال يحمل في طياته خلفية سياسية. الآن هذا يعني سؤال منفصل عن السؤال الأول. أنا أتعامل على أن لجنة التكافل ليس لها علاقة بالجوانب السياسية. أما ما يتعلق بالاستعداد لدفع المال لمشاريع وتنمية لقطاع غزة، بالتأكيد هناك أهداف سياسية. ما هي الأهداف السياسية؟ حتى الآن لم يفصح أي طرف عما يريده من وراء هذا المال. طيب، ولكن على الأقل التقارب بين حماس وبين محمد دحلان أقوال وليس أفعال. طيب، في الجبهة الديمقراطية أنتم كيف تنظرون لهذا التقارب بين حركة حماس وتيار محمد دحلان؟ نحن ننظر لهذا التقارب على أنه تفاهمات يعني آنية ووفق الضرورة والمصلحة الآنية. ليس هناك حسب ما نعتقد أن هناك اتفاق سياسي شامل على أمور سياسية، فهو اتفاق الضرورة ليس أكثر ولا أقل، وهناك تقاطع لعدد من المصالح المتعلقة بالطرفين. ونحن نعلم الخلفية التاريخية للطرفين تيار دحلان وحماس والخصومة الشديدة التي كانت بينهما، ولكن الضرورة اقتضت الآن وتقاطعت المصالح على أن يكون هناك تفاهمات. إلى أي مدى يمكن أن تمتد هذه التفاهمات ووجود محور معين؟ هذه المسألة سيحكم عليها التاريخ مسبقا. ابقى معي سيد يعني محمود خلف، ما المشكلة في عودة محمد دحلان لقطاع غزة وعودة محمد دحلان إلى الساحة الفلسطينية من بوابة غزة؟ وربما أقول أن أقوى ورقة في التفاهمات مع محمد دحلان، حماس مع محمد دحلان، هي ورقة التكافل والمصالحة المجتمعية. وأنا أعتقد أن هذا الملف بالذات هو يجب أن يكون مع محمد دحلان، لأنه هو الخصم وهو من كان في تلك الأوقات كان مسؤول الأمن والجهاز الأمن الوقائي. بمعنى أن المصالحة المجتمعية ملف مهم، وهذا في حد ذاته يعني يعمل على تقوية الصف الفلسطيني وتلميع صورة محمد دحلان تمهيدا لعودته للساحة في غزة. هو في شيء ببلاش يعني؟ ما في شيء ببلاش بالطبع. ما أنت يا أخي في السياسة أنت تتحدث، وليس هناك يعني رابح وخاسر، هناك رابح ورابح. بمعنى محمد دحلان يحتاج أن يسجل نقاط، وحماس تحتاج أن تسجل نقاط. أنا أتحدث ليس الآن أتحدث عن نقاط، أنا أتحدث عن مصلحة مشتركة. الآن هناك تيار كبير، تيار فتح في قطاع غزة، أنا أقول أن معظمه يميل إلى تيار دحلان سواء قبلنا أو لم نقبل. التيار الذي التيار الذي ينتمي إلى عباس هو تيار الموظفين، معظمه تيار الموظفين. في حال قطعت الأموال عنهم والراتب تتأكد تماما أنه لا يوجد فتح عباس في قطاع غزة. إذن المصالحة المجتمعية مهم. نرجع لنقطة أن حماس تريد أن تسجل نقاط أو مكاسب في العلاقة مع مصر، في العلاقة مع العالم الخارجي، وفك الحصار. فك الحصار، هي تعرف أن أحد أوراق فك الحصار عن قطاع غزة ورقة محمد دحلان كسمسار، سميه وسيط، سميه ما تشاء، لكن هو من يملك الآن، من يمثل أطراف دولية بما فيها مصر والإمارات والسعودية، وهو يلعب هذا الدور. بالطبع لن يلعبه لسواد عيون حماس ولا لسواد عيون قطاع غزة. ما المقابل؟ ما الثمن الذي ستدفعه حماس يعني؟ بل هو يريد، لا، أنا أقول أن محمد دحلان هو واضح، لا تعتقد أن أي شخص في حماس لا يعرف ماذا يريد محمد دحلان، لكن أيضا ماذا تريد حماس. محمد دحلان يريد أن يدخل
إلى الساحة الفلسطينية من بوابة رفح وقطاع غزة. هو يعرف أن بوابة الضفة الغربية أغلقت بفصله من تيار فتح واعتبره خائن أو خصم أو إلى آخره. الآن يوجد له بوابة واحدة كما يوجد لقطاع غزة بوابة واحدة وهي رفح. يعني فهناك ما الذي ستخسر حماس إذا ما سمحت لمحمد دحلان أن يدخل من خلالها إلى الساحة الفلسطينية وبعدها ربما حتى ينافس على رئاسة السلطة الفلسطينية؟ بداية حماس حتخسر، يعني بالعكس ربما تكسب في المقابل، عفوا قبل ما تقول، ربما تكون هي حليفه الذي أوصله للرئاسة. لا شوف، حماس ستخسر حلفاء، هذا شئنا أم قبلنا، وربما خسرت الآن مع علاقة حماس مع دحلان ومصر والإمارات. حماس خسرت بعض حلفائها. الآن حماس ربما تعمل على التقاء مصالح مع دحلان، لكن لا أعتقد أنه سيمتد إلى أبعد من قطاع غزة. بمعنى هذه التفاهمات ربما تنجز شيء في قطاع غزة، لأن قطاع غزة أصلا معزول، والعزلة له والخروج من هذه العزلة فقط مصر. وأنا أقول يعني للأسف يعني نحن لم نختار جيراننا، لكن بوابة قطاع غزة مصر، شئنا أم أبينا، في زمن السيسي أو زمن مبارك أو زمن السادات يجب أن تكون علاقة مفتوحة مع النظام المصري. وهذا ما تحاول حماس عمل اختراق في علاقة جديدة مع النظام المصري. لكن أنا أقول وأعيد مرة ثانية، مصر تريد من حماس ضبط الأمن على الحدود الفلسطينية المصرية، بمعنى أن منطقة سيناء منطقة رخوة أمنية توجد فيها الكثير من المشاكل. من يستطيع أن يوفر أو يساعد في حفظ الأمن هو حماس عبر سيطرتها على الحدود المصرية الفلسطينية. سيد محمود خلف، ختاما، أنتم في الجبهة الديمقراطية كيف تنظرون لاحتمال عودة السيد دحلان إلى قطاع غزة عبر حماس ومن خلاله ومن خلال حماس وقطاع غزة إلى المشهد الفلسطيني وبقوة؟ يعني هذا ما يريده تيار دحلان، العودة إلى الساحة السياسية من خلال قطاع غزة والتفاهمات. ولكن السؤال إلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك، وهل يمكن أن يصل إلى نهايته؟ حتى هذا الموضوع يعني لم يعني يتمم بشكل نهائي داخل حماس، بمعنى أن هناك بعض وجهات نظر داخل حماس وموقف من موضوع التفاهمات ما بين حماس ودحلان. حماس تريد فكفكة أزمات عبر المال والمشاريع، ودحلان يريد الدخول إلى الساحة السياسية. عندما يتحقق ذلك يعني ماذا يحمل بعده؟ المسألة ليس فقط مجتزأة، هناك مترتبات سياسية على كل ما يجري، وفي النهاية يجب أن يكون هناك شيء سياسي ما بين الطرفين أو ما بين الأطراف جميعا، لأن الساحة ليست فقط حماس وتيار دحلان، هناك قوى وفصائل ويعني قوى مجتمعية أيضا، نعم، لها رأي ولها موقف. وبالتالي هذه المسألة إذا لم تكن شاملة ووطنية بالمعنى الوطني، تشمل كل القوى السياسية والمجتمعية، سوف تبقى مجتزأة بغض النظر عن الحجوم التي يتمتع بها الطرفين، ولكن لا يمكن بأي حال أن يتم التقرير السياسي بشأن قطاع غزة بمجرد تفاهمات ما بين الطرفين. جربنا على مدار 10 سنوات، هناك انقسام وتشظي بالساحة السياسية، رغم كل المحاولات لم يتم التوصل إلى شيء سياسي سوى اتفاق القاهرة 4/5/2011، وهو الصيغة المعتمدة حتى الآن والصالحة للتطبيق، وتحتاج إلى آليات. أنا لا أعتقد بأن المسألة فقط إرادوية، بل يجب أن يكون هناك طبعا موافقة من الكل الوطن الفلسطيني وإجماع وتفاهمات بين الكل الوطن الفلسطيني لكي لا تكون المسألة مجتزأة. القيادي في الجبهة الديمقراطية سيد محمود خلف، شكرا جزيلا لك. سيد زياد العلول، أنت أشرت في بداية كلامك أنه حماس تريد ربما أن تكسب من خلال هذه التفاهمات نوعا من الشرعية الدولية. حماس موضوعة في الاتحاد الأوروبي على قائمة الإرهاب، في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا على قائمة الإرهاب، لدى دول عربية منها الإمارات العربية المتحدة، الإخوان المسلمين،
موضوعة على قائمة الإرهاب. وزير الخارجية السعودي اعتبر حماس إرهابية. عندما يتم التفاهم مع هذه الدول من خلال بوابة محمد دحلان، ألن تكسب حماس الشرعية الدولية؟ وألن يعود ذلك حتى على قطر تحديدا، ربما بمكاسب سياسية، على اعتبار أن هذه الدول التي اعتبرت حماس إرهابية هذه هي تقوم بمد الجسور لها؟ أنا لا أعتقد أن حماس تسعى من وراء التفاهمات الآن مع تيار محمد دحلان إلى كسب شرعية دولية. هي كانت توجد عندها شرعية عندما كانت في الحكومة، وتنازلت عن الحكومة من باب المصلحة العامة ومن باب التوافق، ولم يعترف بها أحد أصلا، لا كانت بالحكومة ولا خارج الحكومة. لا، عندما كانت في الحكومة توجد عندها شرعية، حتى لو بعض الدول الغربية لا تعترف بحماس لكن توجد عندها شرعية، لأن هذا الشرعية أتت من بوابة انتخابات، والحكومة كانت بناء على فوز حماس في الانتخابات 2006. إذن الآن حماس ما تريده ليس شرعية، كسب شرعية دولية. حماس موجودة على الأرض، وربما تكون الورقة الأقوى في القضية الفلسطينية هي حماس، ولا يمكن لا عباس ولا غير عباس أن يجري أي تفاهمات لا مع الأمريكان ولا مع الإسرائيليين دون تسويقها على حماس، بمعنى حماس تملك رصيد كبير في الشارع الفلسطيني، إضافة إلى الرصيد القوي كحركة مقاومة مسلحة. حماس تريد من التفاهمات الآن كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي بدأ يشتد وبدأ ينخر حتى في قوة حماس، بمعنى أن حتى الآن يعني كل الشعب الفلسطيني 2 مليون في قطاع غزة بدأ يعاني معاناة شديدة أكثر من أي زمن سابق. نحن نتحدث عن معبر رفح 50 يوم لم يفتح ليوم واحد، وحتى كما ذكرت. طب ما البديل يعني سيد زياد؟ أنت حيرتني، أنت أولا قلت بأنه لا نريد هذه التفاهمات، وفي الوقت نفسه هناك وضع صعب جدا، هناك أنا لم ما يشبه أقول لا خيار أمام أنا لم أقول حركة حماس. أنا لم يعني أقول ماذا ستفعل حماس؟ الرئيس محمود عباس يشدد الإجراءات العقابية ضدها، يصعد ضد قطاع غزة، يحيل الآلاف من الموظفين إلى التقاعد. أنا لم أقل أنا ضد التفاهمات، بل أنا مع أي تفاهمات، مع أي وحدة فلسطينية، مع أي تيار، حتى الخصم الذي تعتبره خصم مثل محمد دحلان، أنا مع الأطراف الفلسطينية أن تتحالف وتتحد وتلتقي في القواسم المشتركة، وهذه أهداف المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج، نحن نلتقي كفلسطيني الخارج على قواسم مشتركة، أنا مع هذا. أنا قلت أنا ليس متفائل، أنا لا أشعر أن هناك جدية ليس لدى محمد دحلان بل لدى مصر والأطراف العربية، بمعنى أن غزة تموت منذ أكثر من 10 سنوات ولم تتحرك أي جهة دولية. أنا ليس متفائل بطرف طيب. محمود عباس ليس جاد، هو الآن يطلب من حماس بحل اللجنة الإدارية وهو لا يعرف طيب. أنه حماس من جربته 10 سنوات لتجرب محمد دحلان. طيب أنا تجرب محمد أنا دحلان أنا لي أنا خلال 10 سنوات، أليس كذلك؟ أنا قلت أنا في السياسة ربما كان على حماس أن تتفاهم مع محمد دحلان من عامين. أنا أقول أن الظرف، ظرف التفاهمات يعني، هو التوقيت ليس في صالحها، وهذا لا يعني أني ضد. أنا أقول أن كفلسطينيين يجب أن نلتقي مع كل الأطراف الفلسطينية، وأنا دعوتي من هذا المنبر لحماس أن تحل اللجنة الإدارية وتعمل على لجنة مشتركة لكل الفصائل الحية في الشعب الفلسطيني، سواء فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو خارج منظمة التحرير أو قوى حية ومستقلين. طيب في المناسبة وأن تعمل هذه اللجنة نفسها بالسيطرة على معبر رفح، وأن لا تتفرد حركة حماس. يعني حماس الآن تتحمل عبء أكبر منها، بمعنى أن كل مشاكل قطاع غزة أهل قطاع غزة يحملوها لحماس. لماذا حماس تجعل الآخرين يتحملون معها؟ أنتم أي في المؤتمر الشعبي الفلسطيني أيضا الهيئات الشعبية الفلسطينية أليس عليها أيضا مسؤولية هي في مد الجسور لكل أطياف الشعب الفلسطيني بشكل مباشر؟ المؤتمر الشعب الفلسطيني يعني هل لديه تواصل مع تيار محمد دحلان؟ لا، نحن لا نتواصل مع تيارات مسمى، بمعنى نحن نتواصل مع كل شرائح الشعب الفلسطيني بدون أن نفصل أن هذا مسيحي أو مسلم أو تيار دحلان أو علماني أو إسلامي، نحن منفتحين على كل شرائح الشعب الفلسطيني. يعني هل لديكم أعضاء من تيار محمد دحلان في مؤتمر الشعب الفلسطيني؟ هل هناك أعضاء في تيار محمد دحلان؟ عضوية المؤتمر ليس المفروض أن تبرز أنت تابع لدحلان أو فاتح لحماس.
المؤتمر تبنى سياسته على الالتقاء على المصالح المشتركة والقواسم المشتركة للشعب الفلسطيني، يعني المسلم والنصراني والعلماني والدحلاني والفتحوي يلتقي على موضوع تحرير فلسطين والقدس واللاجئين إلى آخره. فنحن نمد الجسور مع الكل، لكن لا يوجد تيارات داخل المؤتمر الشعبي بمعنى هناك تيار حمساوي أو دحلاني أو آخره. ونحن مع أن الفلسطينيين يلتقوا على قواسم مشتركة، وأنا أعتقد أن ما نلتقي عليه هو أكثر مما لا نلتقي عليه. وأنا أنا مع حماس أن تكسر أي حاجز مع أي طرف فلسطيني وتقوم على المصالح المشتركة. وأنا أقول أن حماس أوعى مما يعتقد البعض أنها ترمي الآن ربما شبكتها أو ترمي الآن أحضانها في جهة أخرى مثل مصر أو السعودية أو غيرها. لكن أنا أقول أن هناك التقاء مصالح. حماس تريد كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، تريد فتح بوابة معبر رفح، وإذا كانت هناك تفاهمات تساهم في التكافل الاجتماعي وتساهم في تقوية الصف الفلسطيني، لما لا؟ شكرا جزيلا لك المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج زياد العلو. شكرا. كما الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. ختام هذه الحلقة من بانوراما فلسطينية، في أمان الله.